المياه طبعا ما في أي اختلاف على أنها هي سر الحياة، ومن غيرها ما نقدر نعيش. وجعلنا من الماء كل شيء حي بالتأكيد. فيعني سألنا متابعينا علي، إيش هي الأشياء اللي ممكن الواحد يسويها عشان يقتصد في استخدامه للمياه؟ إيش الأشياء اللي جات في بالك؟ أنا عندي أشياء كثير، يعني أنا أتابعها سواء على نفسي أو أتابعها حتى مع ناس، يعني من مقربين، من عائلة، من أصدقاء، من كذا. طريقتنا حنا خلال عزكم الله والسامعين خلال تنظيف الأسنان أو تفريش الأسنان. صح. عارف لك ناس يخلي البزبوز ويعيش حياته، يروح يفتح التلفزيون ويقفل وعادي، مع العلم إلى أنه إذا سألته ليش ما تسكر البزبوز يقول لك نسيت. هذا واحد. اثنين، أعتقد عندكم أنتم حتى في مجال السيدات أو الجلي أو كذا، صح؟ مين قال أن الجلي للسيدات بس؟ يعني بشكل عام أتفتح على نفسك أبواب مقفلة، ما تبيش شيخ نقطة بقى. صح يا علي، صح. طبعا لما الواحد يكون عنده غسالة صحون في البيت ويستخدم هذا أو هذه الطريقة في غسيل الصحون، بالتأكيد راح يقدر أن يوفر كثير من الموية، أكثر مما هو يمسك ويمسك كل صحن ويخلي البزبوز مفتوح وصنبور المياه مفتوح في الأبد. هذا طبعا هذا الشيء مرة يهدر. في شغلة ثالثة بعد، شغلة ثالثة خاصة للي ما تجيه الهواجيس والأفكار سبحان الله يصل إلى الفضاء، يصل إلى الفضاء فعليا، يحل كل شيء إلا إذا صار يتروش أو ياخذ شاور أو يتسبح. الشاور ياخذ ساعة، نص ساعة، معقولة يا جماعة الخير؟ مع أنه فعليا أنا أجيب لكم مثال، صدقي أو لا تصدقي، اليوم الشاور حقي أخذ مني 4 دقائق 5 دقائق بالكثير. برافو. وقاعد أحاول كل فترة، والله بغض النظر عن أي موضوع أو أي نطاق، قاعد أحاول لأنه أصل لوقت قياسي مع نفسي طبعاً، ماني في تحدي مع أحد ولا أني في سياق على قولتهم أني أشارك هالمعلومات مع أحد، قاعد أحاول مع نفسي أضرب رقم لنفسي بسرعة أخذي لي الشاور. وهذا الشيء علي جدا مهم، الواحد لازم من جد يراقب منها توفير فاتورة. بالتأكيد استخدام من المياه، هذا النعمة اللي موجودة بين يدينا اليوم، في كثير أماكن مو موجود فيها مياه، ممكن يوم من الأيام نحن لو ما حفظنا على هالنعمة نوصل لهالمرحلة. كمان في شغلة أخيرة للناس اللي عندهم فيلل وبيوت وحدائق في البيت، لما يستخدموا نظام الري الذكي راح يقدروا كمان أنهم يحافظوا كثير ويرشدوا من استخدامهم للمياه. حتى الشباب خلال غسيل السيارة، صح، في شباب يمسك اللي، لا لا يا جماعة الخير ما تصل للمرحلة ذي، في طرق سهلة وذكية ومختصرة توفر على نفسك وتوفر في الفاتورة وتوفر حتى في غسيل السيارة. للبقية إن شاء الله بنحاول نجيب لكم تفاصيل ونجيب لكم أخبار عن كيف نقدر نوفر أوقاتنا في استخدام المياه، ونوفر أيضا في استهلاكنا للفواتير فيما يخص المياه، لكن الوقتها إن شاء الله نخليها.